في نقطة مهمة جدا الناس برضو كتيرة جدا ما تعرفهاش. افرض ان انا عندي مثلا مبنى كلية، مبنى الكلية ده مثلا او مباني كلية هندسة، مثلا في 3 مباني كلية هندسة، عملنا مبنى اكسترنال يعني امتداد ليه، او مبنى مستشفى، المستشفى دي فيها 10 مباني وهنعمل مبنى جديد، تمام، هنعمل تحديث للمبنى مثلا، تمام، هنضيف عليه مثلا عيادات ولا اي حاجة. طب لو عندي الفاير الارم كنترول بانل بتسمح مثلا ب 1000 نقطه وانا موصل منهم 700 نقطه ولا 800، هل لازم لما اجي اعمل مبنى جديد ده اروح اجيب لوحه تحكم تانية جديده عشان ابدا اشتغل عليها؟ قال لك لا، في حاجه بيسموها فاير الارم ريبيتر بانل. فاير الارم ريبيتر بانل، الناس اللي بتشتغل مشاريع وتركز معايا، اف اي ار بي، اف اي ار بي، فاير الارم ريبيتر بانل، دي بستخدمها في حالات لما يكون في توسعات، عايز اعمل زياره المنطقه اللي انا بشتغل عليها، تستخدم في النظام. طبعا دايما المعنون اللي هو الادريسبل في عند وجود مثلا مكان بعيد او انا بعمل توسعات للمبنى، تمام. يبقى هي الفاير الارم كنترول بانل اللي هي الرئيسيه هتدي الفاير الارم ريبيتر بانل، بس الفول كنترول بالبلدي كده من الاخر هيحصل من الفاير الارم كنترول بانل. يبقى هنا بتقدر تعمل جزء من التحكم بس مش فول كنترول. يبقى الفرق بين الفاير الارم كنترول بانل والفاير الارم ريبيتر بانل ان الفاير الارم كنترول بانل هي اللي بتقدر تعمل تحكم كامل، تمام، على الـ 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 الانظمه اللي موجوده في لوحه التحكم او في منظومه من الفاير بصفه عامه. اما الفاير الارم ريبيتر بانل، فاير الارم ريبيتر بانل دي بتقدر تتحكم في جزئيه، تمام، ومش ما فيهاش الفول كنترول، ما تقدرش تتحكم في كل الديفايسز اللي موجوده، تستخدم في النظام المعنون زي ما مكتوب اهو، عند وجود مكان بعيد عن اللوحه الرئيسيه نريد التحكم في منظومه الانذار في هذا المكان او مراقبته، تمام، يتم وضع ريبيتر زي ما احنا هناخد كده الاشاره، زي ما خدنا امس الاشاره في الانتنة او في الاريال بتاع الاتصالات بتضعف بعد فتره، فانا بحط لها ريبيتر يعني مكرر اشاره او مقوي اشاره عشان اقدر اخد منها سيجنال تكون قويه واقدر امشي بيها مسافات تانية. دي بحط الريبيتر بانل في هذا المكان وبربطها بالروحه الرئيسيه، وبذلك يتم التعامل مع نظام انذار الحريق في المنظومه من خلال الريبيتر، تمام، مع علم ان اللوحه الرئيسيه اهم حاجه، اللوحه الرئيسيه على درايه بما يحدث، تمام، في الجزء بتاع الريبيتر، ولكن ليست بايه بالتفاصيل، يعني هو التفاصيل الداخليه بتاعه الفاير الارم ريبيتر بانل بتبقى موجوده حسب السنسور بتاعتها، يعني الراجل ده اكتر واحد عارف ناسه، عارف الديتكتورز اللي حاسه بيه بيعمل عليهم كنترول، وبتبقى الفاير الارم كنترول بانل شايفاه بس ما عندهاش الفول كنترول، وفي بعض اللوحات بيحط فول كنترول داخل مين؟ الفاير الارم كنترول بانل، يبدا الراجل بتاع الفاير الارم كنترول بانل يقدر يتحكم في الفاير الارم ريبيتر بانل، وبالتالي يتحكم في الديفايسز اللي موجوده عنده. ويمكن استخدام الريبيتر عندما نريد عمل زياده، اهو لما اجي ازود اعمل اكستنشن للمبنى، ازود عدد اللوب في اللوحه الرئيسيه، هوصل ريبيتر واوصل بعد كده الريبيتر. زي فكره السويتشات في الانترنت، راوتر بعد كده سويتش، والسويتش يدي سويتش، والسويتش يدي سويتش، وهكذا، بحيث اقدر اعمل اكستنشن للنظام بتاعي.